حلول الصيف تصبح العصائر من الأساسيات، وعلى الرغم من أنها مفيدة إلا أن بعضها مضر للصحة. أول تلك المشروبات المضرة هي العصائر المعلبة، فمعظم هذه المنتجات تحتوي على كميات قليلة فقط من العصير الحقيقي. أما المواد الأخرى فتتكون من المياه ونوع من السكريات يسمى شراب الذرة عالية الفركتوز، ما يجعل تلك العصائر عالية السعرات الحرارية وقليلة الفائدة الغذائية. أما العصائر المفيدة فتتضمن عصير الرمان، رغم ارتفاع نسبة السكريات والسعرات الحرارية فيه، ولكنه يوفر للجسم جرعة وفيرة من مضادات الأكسدة التي تعزز وظائف خلايا الدماغ. أما عصير التوت البري أو ما يسمى بالكرامبري مع فيتامين سي، كما أن شرب عصير التوت البري غير المحلى يساعد في التقليل من خطر التهابات المسالك البولية. يعتبر عصير الكرز اختيارا جيدا، فهو ذو خصائص مضادة للالتهابات، إلى جانب أنه يتضمن مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة. ووفقا لدراسة سابقة ثبت أن شرب عصير الكرز قبل وبعد ممارسة الرياضة يمكن أن يقلل الآلام في العضلات. أما أفضل العصائر فهو شراب الخضروات، فمادة اللايكوبين الموجودة في عصير الطماطم تقلل مخاطر الإصابة بسرطان البروستات، وللشمندر دورا فاعلا في تقليل ضغط الدم العالي. كما أن عصير الخضروات يحتوي على كمية أقل من السكريات والسعرات الحرارية مقارنة بعصائر الفاكهة، ولكن نسبة الصوديوم فيه عالية. خبراء التغذية يحذرون دوما من الإفراط في تناول العصائر، فلا يجب أن تتعدى حصة واحدة في اليوم. رشا خياط، العربية.